الشوط الثاني عشر شوط قوي جدا وأعداد كبيرة تشارك في هذا الشوط، عدد 53 قعود تشارك، وتمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين. المقدمة ومن يتصدر طليعة القعدان هو المتحد للسيد فيصل بن شفيع بن سعيد آلف هيدا، هو المركز الثاني. المركز الثاني يصل العاصي عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة أو بن دخيل، والمركز الثالث يا سلام انطلاقة ثالث المراكز وهو مسموح سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري، ورابعا القدوم من المركز الرابع وهو فزاع للسيد جابر بن مبخوت بن محمد بن مسعود، وخامس المراكز والأخير المسموح له بالنداء والإذاعة هو براق للسيد حمد بن صالح بن حمد بن جرحب. عودتنا إلى الصدارة وإلى شعار بن شفيع، إلى شعار الإنجازات يا سلام، شعار ملكة المفاريد، شعار جو ينطلق على المقدمة مع المتحد يا سلام، انطلاقته قوية جدا، مسيطر على هذا الشوط، وآخر 500 متر يا بن شفيع، الجماعة واصلين على المركز الثاني، انطلاقة فزاع يصل على المركز الثاني لسيد جابر بن مبخوت أو جابر بن مبخوت بن محمد بن مسعود، والمركز الثالث يا سلام انطلاقة المركز الثالث شاهين صالح بن سعيد بن عبد الله الحول المري، لكن بن شفيع بن شفيع طار بالناموس حتى هذه اللحظات مع المتحد، اتحد المتحد مع مالكه بهذا الانطلاق لينتزع المركز الاول، لكن شوف الوصول يا سلام يا سلام يا سلام، يصل 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 هذا المنطلق، وهو ايضا ظبيان سعيد بن علي المري، ولكن تهانينا يا بن شفيع على فوز المتحد بالمركز الاول. المركز الثاني ظبيان سعيد بن علي بن سعيد المري، والمركز الثالث كان من نصيب فزاع للسيد جابر.